مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. طبيعة الحال الثورة وشباب تونس وقت الثار هو معروف شغل حرية كرامة وطنية معناها الشعارات المتردة، وإن شاء الله الحل المضايا هم اليوم دائما نأكد أنه ما يلزمش يتسرب اليأس لابناء شعبنا وذاك اللي يحبوه لنا، يلزم المتن الثوري في العقلية يكون متواصل والتمسك بالاستحقاقات والمطالب اللي هي ترجع القيمة الاعتبارية للإنسان كإنسان ولكرامة الإنسان. بطبيعة الحال احنا في الذكرى التاسعة اليوم، ولكن اليأس بدأ يتسرب ونحب ديما الإرادة تكون موجودة، والمعركة بتاعنا هي معركة اقتصادية واجتماعية بامتياز، وإذا أي سلطة ما جاوبتش على القضايا الحارقة وأهم حاجة هي تشغيل الشباب والقضاء على الفقر ومحو الأمية اليوم في القرن 21 اللي نشوفوا نسب الفقر قاعدة ترتفع، نشوفوا الناس تاكل من الغمامة، نشوفوا اليوم نسبة كذلك الأمية ارتفعت، نشوفوا الوضع الصحي والبحث العلمي تراجع ملحوظ اللي كان مفخرة تونس. كل هذه القضايا إن شاء الله بعد ما تتكون حكومة تكون ثم نضال سلمي وضغط الإيجابي والسلمي من أجل الاستحقاقات الاجتماعية ومن أجل استحقاقات الثورة والوفاء لهؤلاء الشهداء، ليس بمجرد الشعارات وإنما هي إيجاد الحلول للقضايا والأهداف اللي جت من أجلها الثورة. سلام العام، شو موقفكم التأخير الحاصل في تمرير الحكومة المكلفة للبرلمان الموافقة؟ والله شوف، حكومة ما حكومة ثم ناس اليوم تحكي معناها بالاستحقاقات الدستورية، احنا أول ناس ننحني أمام إرادة الشعب، نحترم دولة القانون والمؤسسات الفعلية، نحترم دستور البلاد، ولكن محمول عليهم اليوم أخلاقيا وقانونيا ودستوريا يعبوا الفراغ ويحكموا البلاد، واللي يرجعوا الأمانة لأهل الأمانة هو الشعب.